ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنحضر مع بعض اوردر جديد، هو عباره عن كب كيكس. اول حاجه الكب كيك عندي بنكهه الشوكولاته، انا هبدا افتحه من جوه علشان احشيه. العميله سابت لي حريه الاختيار في الحشوات، فانا هوريكم كل انواع الحشوات اللي انا بحشيها. اول حاجه بحشي بسيرب فراوله، بعدين هحط عليها كريمة، ده نوع واحد، وهقفله تاني. نوع تاني ممكن احط فيه وايت شوكولت وسبرينكلز او شوكولت شيبس، وهحط كريمة برضو تاني. تالت نوع ممكن احط صوص كراميل ومارشميلو وعليهم كريمة. غيروا في الحشوات براحتكم جدا، انا بحب المارشميلو عشان الاطفال بيحبوا طعمه جدا في الكب كيك. وهرجع اقفله تاني بالشكل ده. الحشوة اللي بعد كده هحط صوص فراولة، وهزود مارشميلو، وبعدين هحط الكريمة في الآخر، وفي جزء هحط فيه سبرينكلز أو هحط فيه تشوكلت شيبس. براحتكم، نوعوا بالحشوات براحتكم جدا. اللي عنده اي حاجه بيحبها وحابب يحطها في الكب كيكس براحته. هبدا احط الاشكال دي انا عاملاها بعجينه السكر. هو كان اسمه معتز، فكان عايز حرف الام ورقم 5 عشان ده عيد ميلاده الخامس. ده شكل الكب كيكس بعد ما خلص. Baby, my Valentine. Yeah, now you're making my temperature rise. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, my love is.